بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 وتغطيتنا لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. الحقيقة كان في جلسة نقاشية هامة جدا أمس معنية بتغير المناخ وهي جلسة من جلاسكو لشرم الشيخ وكانت تتحدث عن أهم العناصر اللي بتؤثر في المناخ وأهم كمان ما يجب أن يتم اتخاذه لمجابهة طبعا القضية دي ولازم أن العالم قد إيه العالم لازم كله يتكتف عشان هذه القضية بتؤثر في العالم كله مفيش دولة الحقيقة في منأى عنها وكلنا لازم نتصدى لهذه القضية قضية طبعا تغير المناخ. الحقيقة كمان كان في يعني كان في مشاركات عديدة من ضمن هذه المناقشات والمشاركات كان في شباب عندهم رؤية وأفكار تواكب العصر التكنولوجي الحديث كان من ضمنهم الأستاذ كريم طراف اللي اتكلم عن نظام بيستخدم شبكة لرصد تلوث الهواء والبيئة من خلال أجهزة صغيرة مزودة بذكاء اصطناعي. هذه الأجهزة تقدر أنها تجمع بيانات على مستوى المدن وكثافة السكان وقوة الرياح. احنا دلوقتي بيشرفنا في صباح الخير يا مصر الأستاذ كريم طراف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة هوا دوا والمشارك أيضا في منتدى الشباب. صباح الخير عليكم نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. طيب واحنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم وجلسات نقاشية وحوارات بين أطراف متعددة وخلفيات مختلفة من مختلف أنحاء العالم عن قضية تغير المناخ، عايز أعرف من حضرتك رؤيتك عن مشاركتك في المنتدى وتحديدا في هذه القضية بما أنك معني كمان بقضية تغير المناخ وتلوث الهواء بشكل عام. اولا كان طبعا شرف لي ان انا امثل الشركات الناشئه على المنصه دي بالذات ان هي كان فيها يعني متحدثين من كل انحاء العالم وكلهم طبعا بدايه من رئيس الوزراء جون كاري فطبعا الناس كلها يعني في مجالاتها هي معروفه جدا وخبراء في المجال فطبعا ده كان بالنسبه لي حاجه مهمه جدا وكانت ودور الشركات الناشئه مهمه جدا في الفتره الجايه بالذات لحد من ازمه الازمه المناخيه فان احنا طبعا يكون عندنا الفرصه ان احنا نتكلم عن الموضوع ده على المنصه ده كان بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. عظيم. طيب قبل ما نخش في تفاصيل الشركه والاجهزه اللي بتشتغل عليها ونتكلم عن رياده الاعمال نتكلم عن حاجات كتير بس ليه هوا دوا؟ يعني عايزين نعرف الاسم اول حد شركه هوا دوا اشمعنى هوا دوا هو طبعا عشان الهواء النقي يعتبر دواء صحي لان التلوث الهوائي بيضر الصحه حتى والواحد مش شايفه بعينيه على المدى القصير وعلى المدى الطويل ما فيش اي حاجه تقريبا اي جزء من الجسم ما بيتعرضش او ما بيكونش ليه اثار سلبيه التلوث ليه اثار سلبيه عليه غير ان طبعا الفكره بدات وانا كنت بتكلم مع زميل من الهند فاكتشفنا ان كلمه هوا ودواء مش بس في العربي المعنى ده بس برضو في الهندي وبعد كده طالما انا كنت بقدم المشروع لقيت ان حتى السواهيلي هوا دوا نلاقي في الاندونيسي في ماليزي في حوالي 2 مليار نسمه يفهموا معنى هوا دوا بنفس المعنى زي ما احنا بنفهمه فقلنا طبعا ده اسم يعني بالنسبه لان احنا عايزين نحل حاجه زي التلوث الهوائي اللي موجود في انحاء العالم كله اسم يعني ينفع كشركه. طيب استاذ كريم احنا بنتكلم عن نظام يستخدم شبكه لرصد الهواء والبيئه من خلال اجهزه صغيره وزودها بذكاء الاصطناعي والحقيقه يعني كمان احنا بتجمع بيانات على مستوى واسع جدا مستوى المدن وكثافه السكان وقوه الرياح كلمنا اكتر عن هذا الجهاز. هو عامه احنا رصد الملوثات ده يعني تطبيق موجود بقاله 60 سنه احنا بنتكلم على سوق حتى يعني يقدر بحوالي 6 مليار دولار تتحكمه شركات كبيره بتبني محطات كبيره حجمها زي الكونتينر الكبير بتقيس الاير بولوشن تكلفته عاليه جدا ومحتاجه صيانه مستمره وحاليا مثلا تلاقي في 100 دوله ما عندهاش ولا محطه واحده زي ما وكاله الصحه العالميه بتقول وحتى الدول اللي عندها زي اوروبا من اكبر مستثمرين في التكنولوجيا دي عندها محطه واحده لكل 2 مليون نسمه فالتغطيه واطيه جدا رغم ان لو ملوثات عاليه جدا وليها اهميه عاليه فهوا دوا بساطه التكنولوجيا اللي في الكونتينرز دي خليتها في اجهزه صغيره بيستخدم ذكاء اصطناعي بمعناها ان احنا بنعلم الجهاز بتاعنا يبقى يوصل لنفس الدقه زي الجهاز زي المحطات الكبيره فعلى اساسها نقدر نفس الدقه القانونيه بس بدل بالتكلفه العاليه دي ممكن نعملها مثلا بمحطه واحده نغطي
المدينه كلها. فمثلا نعمل مثلا 100 جهاز على مستوى المدينه او 50 او حتى 1000، فنعرف الانبعاثات في كل متر من شارع لشارع، وعلى اساس نعرف بقى ايه السياسات، ندخل عوامل البيئه في السياسات. بتغطي نفس المساحه ولا بالضبط؟ يعني بدل محطه واحده واعرف بس في النقطه دي اير بولوشن عامل ازاي، بعمل خريطه متكامله للمدينه، اعرف كل شارع فيه الانبعاثات فيها عامله ازاي، او كل حتى كل مصنع، كل مع طاقة والرياح اللي هي دعوة إيه بقى، أعرف هل التلوث اللي عندي ده جاي من أنهي منطقة، جاي من السفن، جاي من المدينة، وعلى أساسها أعرف بقى لو عندي سياسة داخل العوامل البيئية في تخطيط المدن، تخطيط المرور، فأقدر أقلل من حد من الملوثات بطريقة، وأزود كفاءة السياسات بتاعتي، بدل ما أنا بجرب حاجات ومش عارف هل هي فعلا بتقلل الملوثات ولا لا. عظيم. طيب الانتربرونورشيب أو ريادة الأعمال محتاجة فكرة، يكون شخص عنده فكرة ومتخصص فيها يصنعها زي الأجهزة اللي بنتكلم عليها، ومحتاجة فند، فلوس. مفيش حاجة بتبتدي مشروع بيبتدي من لا شيء، لازم يكون في رأس مال في الأول. فعايز أعرف منك النقطتين دول، الفكرة ابتدت إزاي، والفند الدعم الأول الأموال كان إيه مصدرها؟ الفكره بدات ان انا يعني جاي، والدي دكتور منى فلكي استاذ حساسيه اطفال، ووالدي دكتور شطرف دكتور حساسيه امراض صدريه، فهم بالنسبه لي دايما كنت عارف ان التلوث الهوائي ليه اثار سلبيه على الصحه، فدي حاجه كنت عارفها من الاول. فبصينا اكتشفنا ان اي حد عنده الحساسيه دي او عنده الامراض دي ما عرفش اي حاجه عن البيئه، الهواء اللي هو بيتنفسه في المكان اللي هو قاعد فيه. فقلنا الفكره الاولانيه نبدا جهاز صغير الواحد بيشيله معاه وبيقيس على اساس اير بولوشن، والفكره بعدين احنا نربط الاجهزه دي كلها ونخرق الخريطه، ومن هناك بقى بدا مشروع هوا دوا. الفكره تمشي مع السوق، نعرف بالظبط ايه بقى، الجهاز صغير قوي مش هينفع، لازم جهاز اكبر شويه، ممكن نحطه في الاعلانات في اشارات المرور. فهو الفكره هوا دوا بدات من هناك. الفاندنج مهم عشان الواحد مش بس يفضل بالفكره، بس لازم يكون ليها تطبيقات، والتطبيقات دي بالذات في التكنولوجيات الجديده لازم الستارت اب او الانتربرينور هو ياخد الخطوه الاولى، ما ينفعش مش هينفع حد هو اللي في البروتوتايب. في بروتوتايب، البروتوتايب لسه من البروتوتايب للبرودكت، يعني التكنولوجي ريدنس او دائره الابتكار دي مدتها يعني محتاجه انفستمنت، ما ينفعش تتعامل على طول، والا بالعكس الواحد ممكن يكون ليه اثار سلبيه، الناس تقول التكنولوجيا دي مش تشتغل، فلازم يكون يعني هو لسه دلوقتي في مرحله ان هو بروتوتايب لسه ما لا يعني احنا كشركه هوا دوا في المانيا موجودين في مثلا في برلين في ميونخ، احنا من اكبر يعني احنا اكبر شركة بتقدم النظام الديجيتال للاير كواليتي مونيتورنج في المانيا، دراسة جودة الهواء بالضبط. ووزارة الاقتصاد حتى المانيا سمتنا ديجيتال ستارت اب اوف ذا يير في سنة 2020، عشان احنا بدأنا بالتكنولوجيا دي ومن اول الناس طبقناها في الاندستريال ليفل، يعني احنا خلاص المشروع ده ممكن نقول مثلا عايزين نبدا فيه في مدينه كذا، خلاص ممكن نبداه على طول يعني مفيش طيب الفاندنج كنت هكمل بس على سؤال حضرتك من ناحيه الفاندنج. هي طبعا الستارت ابس محتاجه مش بس الفاندنج، محتاجه بيئه، محتاجه ناس انكيوبيتر، انكيوبيترز، اكسلريترز، انفسترز، منتورز مهمين جدا، ناس عملت شركات قبل كده، سيريال انتربرينورز. فالفاندنج ليها جزء طبعا مهم، واحنا الفاندنج يعني في مستثمرين المان، في مستثمرين من مصر، في مستثمرين من دول مختلفة استثمار في الشركة، في شركة هوا دوا عشان نصنع التكنولوجيا دي. بس طبعا مقارنة بما نحتاج الشركات اللي زينا اللي محتاجها عشان فعلا نحل أزمة المناخ، ده جزء صغير جدا، احنا لسه في بداية الطريق، وبنشوف حتى السنة دي على مستوى العالم الكلايمت ستارت ابس بتاخد الانفستمنتس بمعدل أعلى بكتير من قبلها، بس لسه لازم نكمل في الطريق ده. طيب أستاذ كريم، يمكن حسام اتكلم في نقطة مهمة جدا وهي الفاندنج أو التمويل. عايز اعرف من حضرتك بقى المنفذين، مين هم المنفذين لهذا الجهاز او لحتى لهذا النظام الذكي؟ المنفذين احنا الفريق العمل، يعني انا دارس اقتصاد، فانا الفكره عندي الباوربوينت، بس محتاج طبعا معايا فريق عمل يساعدني ان انا نبني الجهاز، نعمل السيستم ورا الجهاز، الكواليتي اشورنس، نعمل نعرف نجيب البيانات من كاميرات المرور، نعرف عدد العربيات ايه عشان نعمل كورليشن والديتا اناليتكس مع البيانات، تحليل البيانات تحليل البيانات بالظبط.
فالحاجات دي كلها والأنظمة الصناعية ناخد منها برضو البيانات اللي هي بتقيس الـ Air Pollution، برضو أنظمة صناعية جديدة اللي بتقيس التلوث الهوائي. فالحاجات دي كلها محتاجة كفاءات مختلفة، فهو ده ناحية التنفيذ. احنا فريق العمل حوالي 25 فريق عمل مصري ولا لا؟ هو مختلف يعني، في كان في مصريين وفي حتى مصريين شغالين معنا ك students طلبة، وعندنا برضو يعني احنا حوالي 11 جنسية حاليا students طلاب يعني working students يعني هو بيشتغلوا معنا كتدريب يعني في الشركة، غير ان عندنا طبعا دي نقطة مهمة جدا على فكرة، دي حاجة كويسة جدا. عندنا الفكرة ان الجزء كبير من العمل ان هو تربط الدراسة اللي بتعملها الواحد بيعملها في الجامعة مع تطبيق عملي في الحقيقة، عشان ما يكونش الدراسة موجودة في الجامعة والتكنولوجيا في الجامعة ملهاش اي ربط للاحتياجات الحكومات. واحنا كله على بعض حوالي 11 جنسية شغالين في شركة هوا دوا. عظيم. طيب عايز اعرف منك اللينك الاولاني ما بين الفكرة، انت متخصص في الاقتصاد وحطيت عملت تحليلات البيانات، لميت اشتات الموضوع كبزنس وايز، الجانب التكنولوجي الجهاز نفسه، ازاي قدرت توصل للشخص اللي هيطور التكنولوجيا اللي بتتعمل حجم كونتينر كبير زي ما قلت لنا الى جهاز صغير، يعني ازاي وصلت لده واتفقت معاه؟ احنا لما اولا لقينا في من ناحيه يعني من ناحيه البيزنس موديل ان الموضوع فعلا ليه احتياج، قلنا لازم بقى نبتدي نبنيه. فعملنا زي شرحنا كده ايه الفكره اللي عايزين نبنيها، ودورنا على مهندسين يساعدونا في ان احنا نبني المشروع ده او نبني الجهاز ده. فجاء مهندس يعني معانا كان طالب في جامعه ميونخ وقتها وساعدنا. جنسيته ايه؟ جنسيته الماني. ألماني. كان اول بنينا مع بعض في اول بروتوتايب، وبعد ما عرفنا البروتوتايب والنظام اللي بقى ورا البروتوتايب ازاي نعمله، الفريق العمل بقى كله جمعناه على اساس ان هو يكون في داتا ساينتست يعني ناس تعرف البيانات وكده، على اساس نعرف نطبق نظام الذكاء الاصطناعي ومن هناك نبني الجهاز. بس احنا لقيناه ازاي؟ احنا كانت صدفه عامه بصراحه، كان واحد معانا قال لنا الفكره انا عندي فكره والتكنولوجيا معانا، اعرف حد معايا زميلي يقدر يساعد في الموضوع ده. واحنا كنا خلاص عاملين البيزنس بلان او شارحين يعني ايه الفكره، خطه العمل وتطبيقها يعني. خطة العمل كنا عاملينها خلاص. طب خليني ادخل معاك بقى في قضية تغير المناخ وتلوث الهواء بشكل مباشر. عايز اعرف من حضرتك العوامل اللي بتؤثر او بتزيد من نسبة تلوث الهواء بشكل مباشر، اهم العوامل، وهل احنا نسبة تلوث الهواء بتزيد دايما بنسب متفاوتة ولا بيكون في زيادة يعني بتكون زيادة مستمرة على طول؟ في الملوثات المناخ اللي هي كربون، ثاني اكسيد الكربون ومثلا ميثين، ملهاش ضرر على الصحه دايركت. في بقى ملوثات تانية اللي هي زي التروبوسفيريك اوزون او زي الاتربه او بارتيكلت ماتر، زي النيتروجين اوكسايدز اللي بتطلع من العربيات، ودي هي اللي بتاثر على الهواء وعلى المناخ. ومعظم النيتريك اوكسايدز هي من العربيات، من حرق الوقود الحيوي، وهو ده اللي بيعمل نيتروجين دايوكسيد. النيتروجين دايوكسيد هو اللي بيتحول لاوزون، يعني هو الاوزون نتيجه من النيتروجين دايوكسيد. وفي بقى عوامل تانية في الاتربه، مثلا هنا في مصر حوالي ممكن الواحد يقول مثلا 80% من التراب جاي اصلا من الصحراء او من مش من عوامل بشريه، بس مثلا في اوروبا تلاقي جزء منه كبير من المصانع ومن وفي بقى يعني المصانع المرور او العربيات، وهي دي اكتر يعني اماكن. وطبعا انتاج الطاقه هو من اكتر القطاعات اللي بتعمل انبعاثات. عظيم جدا. طيب الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا جدا، وشيء عظيم ان يكون في حد مصري بيعمل على مشروع كبير زي ده ويكون فعلا فاعل في دولة زي ألمانيا. يعني لما بنقول تكنولوجيا بنتكلم في دول يعني سبع العظام، سبع دول الجي 7، فمنهم ألمانيا بكل تأكيد يعني. فطبعا قبل كل شيء بنقول لك برافو، وبرافو كلمة قليلة على اللي بيحصل. فبنشكرك على هذا المشروع لأنه حيفيد كل الإنسانية، وبنشكرك أيضا على وجودك معنا في هذه الحلقة من صباح الخير يا مصر، وكمان بنشكرك على وجودك في المنتدى. شكرا جزيلا الأستاذ كريم طرافة، رئيس تنفيذي وشريك المؤسس لشركة هوا دوا. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.